عشرة الظهر. بعد صدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر القادم، هيئة الانتخابات تصادق غدا على الرزنامة وتحسم في شروط الترشح. على خلفية تسجيل أخطاء في أعداد مترشحين للبكالوريا بمعهد بالمهدية، وزارة التربية تعفي عددا من المسؤولين وتؤكد حماية الامتحانات الوطنية من كل أنواع التقصير ومحاولات الإرباك. وزارة الداخلية تنفذ تمرين محاكاة تطبيقي للتصدي لعمليات إرهابية متزامنة بالمنطقة البترولية برادس ومدينة الثقافة. 28 شهيدا في قصف صهيوني على قطاع غزة، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية طعن بمركز تجاري شمال الكيان المحتل. الواحدة ظهرا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وسعدت أوقاتكم. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس أمرا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 1 أكتوبر المقبل. وتبعا لذلك يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا اجتماعا للمصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية. كما أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري للأخبار بأن الهيئة ستكثف خلال هذه الفترة عملية تحيين السجل الانتخابي. مجلس هيئة الانتخابات يوم الخميس سيعقد مجلس للمصادقة على الرزنامة بكل تفاصيلها وبأهم مراحلها، بدءا بالترشحات مرورا بالحملة الانتخابية وكذلك بموعد الاقتراع ويوم الصمت. في نفس الوقت باش نصادقوا على القرار الترتيبي المتعلق بشروط الترشح الانتخابات الرئاسية، باش يتخلى المجلس هذا بنقطة إعلامية وندوة صحفية للإعلان على هذه الرزنامة وكذلك على هذه الشروط. مع التأكيد وأن نهاية الانتخابات انطلقت منذ فترة في التحضير للانتخابات الرئاسية، بطبيعة الحال انطلقت في عملية التحييم اللي هي حاليا مفتوحة بكامل هيئاتنا الفرعية، وباش يوقع تكثيف عملية التحييم عن طريق الفرق المتنقلة حاليا، لأنه نعرف كل خصوصية الانتخابات الرئاسية وأن تونس دائرة انتخابية واحدة، ونعطوا فرصة للمواطنين وأنهم يقوموا بتغيير مركز الاقتراع باش نقربوا مراكز الاقتراع لكل المواطنين وفقا لمبدأ الإتاحة، ساهم حتى في الترفيع في نسب المشاركة لهذه الانتخابات. وفي انتظار تنقيح القرار الترتيبي المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، يتواصل الجدل بخصوص شروط الترشح لهذه الانتخابات والتساؤل حول التنقيحات المنتظرة. أحلام الجسمي. بين دستور 2022 والقانون الانتخابي لسنة 2014 والقانون الانتخابي المعتمد حاليا تتحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في انتظار التنقيحات المنتظرة، وفق ما يوضحه الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي. في القانون الانتخابي لسنة 2014 أهم شرط من شروط الترشح هو أن يكون المترشح ناخبا، وكذلك في القانون الانتخابي الذي لم يتغير والذي سيقع تطبيقه حاليا، لكن في دستور 2022 عوض كلمة أن يكون ناخبا بأن تتوفر لدى المترشح شروط الحقوق المدنية والسياسية، لكن لم يقع ضبطها بدقة. لكن بالرجوع إلى القانون الانتخابي وخاصة الفصل 5 الجديد، الحقوق المدنية والسياسية تتمثل في أولا عدم صدور حكم تكميلي يمنع المترشح من حق الانتخاب، ثانيا أن لا يكون من المحجور عليهم. سابقا شرط المحجور عليهم كان يتمثل فقط في الجنون المطبق، لكن في المرسوم 55 اللي نقح القانون الانتخابي ذكر بصفة جملية أن لا يكون من المحجور عليهم، وبالتالي يعني توسع في هذا الشرط، وهذا هو الذي ربما يثير الانتباه. ويعتبر الخبير في الشأن المحلي محمد الضيفي أن النقطة المتعلقة بالمحجور عليهم ستضيق شروط الترشح وتبقى في حاجة لتوضيح. أن لا يكون من المحجور عليهم سيثير الإشكال وربما يضيق الشروط على المترشحين، لا سيما أن التحجير يشمل عديد المجالات، من ذلك عدم السفر وهو تحجير رغم أنه بالمقتضى قرار مش بحكم، لكن يمكن أن يثير الانتباه، وكذلك الموجودين حاليا في السجون، وبالتالي شرط المحجور عليهم هذا هو الذي يجب توضيحه. تساؤلات بخصوص شروط الترشح والممنوعين منه تبقى قائمة في انتظار صدور القرار الترتيبي المتعلق بالترشح للانتخابات الرئاسية، لينطلق السباق نحو هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد.
أعلنت وزارة التربية اليوم إعفاء عدد من المسؤولين من بينهم المندوبة الجهوية للتربية بسوسة على إثر التدقيق في موضوع الأخطاء المتعلقة ببعض أعداد مترشحين إلى امتحان البكالوريا بمعهد كركر من ولاية المهدية والتي تبين أنها ناجمة عن تقصير. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي تحميلا للمسؤولية وحماية للامتحانات الوطنية من كل أنواع التقصير ومحاولات الإرباك. مدير الإعلام والاتصال بالوزارة منذر عافي يوضح في تصريح لسمية الفرجاني. السيدة وزيرة التربية انتقلت يوم أمس مع فريق كامل إلى مركز التجميع بسوسة ووقع التدقيق في أوراق الامتحانات ورقة ورقة، وغادر فريق مركز الإصلاح اليوم فجرا. تبين أن الخطأ مصدره كتابة المركز، مركز كركر، والأوراق دخل بعضها في مركز التجميع. تبين أن بعض الأعوان ممن تم تكليفهم غير مؤهلين ولم يتفطنوا إلى هذا الخطأ، وفي إطار تحميل المسؤولية تم إنهاء تكليف مدير معهد كركر من مهمة رئيس مركز وليس من خطة مدير في انتظار التحقيقات، إضافة إلى إعفاء أعوان الكتابة والمسؤولين عن تغيير الأوراق وإعفاء رئيس مركز التجميع مخطته والسيدة مندوبة سوسة. وزارة التربية أرسلت نفس الفريق إلى المؤسسة وتابعوا السير الحسن للمركز. تتوجه بالشكر إلى أعوان بلدية كرك والشكر إلى السيد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية والمراقبين، لأنه تبين أن هناك مثالية في الانضباط وحسن سير المركز. الوزارة منها تبقى حريصة على حسن سير الامتحانات الوطنية وتعتبرها أمن قومي لا مجال للمساس به، علما أنه لم يحصل أي اعتصام في مكتب سيد مدير المعهد، بل هناك وقفة قصيرة جدا. مدير الإعلام والاتصال بوزارة التربية منذر عافية أكد أن المترشحين المعنيين نالوا حقوقهم كاملة بمجرد الانتهاء من عملية التثبت في صحة الأعداد بمركز الإصلاح، ولم تؤدي هذه الأخطاء إلى أي أضرار بمصلحتهم الفضلة. الوزارة تلقت 1560 مطلب للتثبت وهو عدد عادي جدا، هذه السنة العدد أقل بكثير. حق التثبت هو من لوازم الامتحانات، التثبت في مطابقة العدد للورقة ومجموع النقاط، والتثبت في خط التلميذ بين مجموعة أوراق. بالنسبة لمعهد كركر هناك ثلاث تلميذات طلبنا التثبت في الأجل المعقولة، مطالبهن تم توجيهها إلى مركز الإصلاح. تبين أن أعدادا غير مطابقة لبعض الأوراق، وبناء عليه رئيس مركز الإصلاح أرجع الأعداد إلى أصحابها، وهذا لم يغير نتيجة الامتحان، بل وقع تحسين النتيجة. وفي ذات السياق وقع التفطن إلى مترشح آخر كان راسبا فأصبح مؤجلا، وقع عليهم جميع التلاميذ يوم السبت قبل انطلاق دورة المراقبة، خلافا لما تم ترويجه من أن الإعلام تم يوم الاثنين. نفذت وحدات أمنية صباح اليوم تمرين محاكاة تطبيقي للتصدي لعمليات إرهابية متزامنة بكل من المنطقة البترولية برادس ومدينة الثقافة بشارع الحبيب بورقيبة بتونس. يأتي هذا التمرين الذي أشرف عليه وزير الداخلية خالد النوري رفقة كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق في إطار تقييم مستوى الأهبة العملياتية لدى الوحدات الأمنية بمختلف اختصاصاتها واختبار مستوى التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة أثناء إدارة أزمة ذات طابع إرهابي. الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية. عملية بيضاء وتمرين محاكاة في إدارة أزمة اللي تتمثل في زوز عمليات إرهابية متزامنين، واحدة في منطقة البترولية برادس والأخرى بمدينة ثقافة بشارع محمد الخامس. هي عملية محاكاة، عملية بيضاء في إطار معناتها الأعبة العملياتية لمختلف الفرق التابعة لوزارة الداخلية وطريقة التنسيق مع مختلف الأطراف الأخرى من الداخل على غرار مثلا الثقافة ووزارة الصناعة، الجيش الوطني، النيابة العمومية، باش يكونوا الناس كلها حاضرين. كيفية التنسيق على المستوى القيادي، كيفية التنسيق مستوى ميداني وتكتيكي، هذه باش تكون معناتها في اطار التمارين اللي تعملها وزاره الداخليه تحضيرا لقدر الله عمليه ارهابيه وكيفيه التعامل معها والتصدي لها. وفي سياق متصل انطلقت اليوم بالعاصمة أشغال المؤتمر العربي 11 للمسؤولين عن الأمن السياحي في الوطن العربي. المؤتمر يهدف إلى النهوض بالأمن السياحي في الوطن العربي ووضع الأطر الاستراتيجية المطورة في هذا المجال. مدير المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة العميد أمين جميل محمد تحدث لصلوح بوكاري عن أهداف المؤتمر. التجربة التونسية في مجال الأمن السياحي نحب أن الناس يشوفوها في عينهم ويمارسوها يعني على الأرض والطبيعة. على هذا الأساس إحنا سنعقد هذا المؤتمر في تونس، وهذا تقدير للدور الأمن السياحي في تونس. بالإضافة راح نناقش بعض الأمور تتعلق في الاستراتيجية العربية للأمن، التهديدات التي تواجه الأمن السياحي في الوطن العربي، ونستفيد من تجارب الدول العربية في هذا المجال اللي راح نطرحه إن شاء الله في هذا المؤتمر، وراح نشوفه على أرض الواقع التجربة التونسية
في مجال الأمن السياحي. التهديدات هي قد تكون يعني مختلفة، قد تكون تهديدات مثلا أمنية، قد تكون تهديدات اقتصادية، قد تكون تهديدات اجتماعية. فإحنا بنحاول نعالج هاي الأمور، نعرف وين الخلل حتى نعالج هذا الخلل من خلال التجارب اللي بتصير في الدول العربية وما حصل عندهم، لنتداركه مستقبل بعد دراسة هذه الأمور اللي حصلت حتى لا تحصل مرة أخرى في أي دولة أخرى إن شاء الله. التعاون الأمن العربي المشترك موجود لغاية الوصول إن شاء الله لأمن سياحي عربي هادئ آمن نستقطب فيه سياح دولنا العربية. تم أمس توقيع اتفاقية بين المستشفى الجامعي عبد الرحمن مامي للأمراض الصدرية بأريانا ووزارة الصحة وجمعية مرام للتضامن، اتفاقية تهدف إلى بناء قسم للأمراض السرطانية للأطفال في المستشفى. نائبة رئيس جمعية مرام للتضامن منال الغربي دعت في تصريح للأخبار المجتمع المدني إلى دعم المشروع. تم البارح إمضاء اتفاقية مع وزارة الصحة ومستشفى ميني لإنشاء أول وحدة استشفائية لمرضى السرطان الأطفال. الاتفاقية هذه عندها مدة وإحنا نحضروا فيها. الاتفاقية تهدف إلى بناء مركز للأورام السرطانية للأطفال في تونس، ومدة الاتفاقية باش تكون إن شاء الله 5 سنين، ومازلنا حاليا نحضروا في البلان. جمعية مرام هي جمعية تعنى بالأطفال مرضى السرطان في تونس، وعنا 10 سنين توامل نقدم في خدمات للأطفال للمستشفيات للإطارات الطبية وشبه الطبية. وبالمناسبة هذه ندعو كافة هيك المجتمع المدني للتكاتف باش نخرجوا بحاجة ياسر مزيانة لبلادنا للأطفال المحتاجين مثل هذه المستشفيات. افتتحت صباح اليوم بالعاصمة أشغال الندوة الدولية حول فرص تمويل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج أفق أوروبا عروض مشاريع وايدينغ. حلمي مرداسي مدير عام وحدة التصرف في برنامج الإطار الأوروبي أفق أوروبا أفاد للزميلة تبرين عيني بأن تونس شاركت بأكثر من 300 مشروع تم المصادقة على تمويل 43 منها. باش نعرفوا كل ما هو التمويل يخص البلدان اللي تحب تنمي قدراتها في ميدان البحث والتجديد. أفق أوروبا هو أكبر برنامج تمويل للبحث والتجديد، ولذا ثم تمويلات كبيرة بالنسبة للبلدان هذوما اللي هما يقولوا لهم widening. اليوم في تونس جاءوا حوالي 20 نقطة اتصال وطنية يمثلوا بلدانهم الكل في التمويل هذايا باش يشاركوا مع التوانسة يعطيوهم بسطة على التمويلات هذه اللي نجموا الباحثين التونسيين واللي يخدموا في القطاع الخاص واللي يخدموا في المؤسسات الصغرى والمتوسطة ينتفعوا به باش ينميوا قدراتهم. توانسة شاركوا بقرابة 320 مشروع، تقبلوا وتعداوا للإيفالواسيون 214، 43 مشروع صادقوا على التمويلات متاعهم حوالي 10 ملايين يورو فاصل 20. يفتتح اليوم بقصر المعارض بالكرم مهرجان تراث الطبخ العالمي الذي تحتضنه تونس للمرة الأولى، ويجمع رؤساء المطابخ من تونس ومن دول العالم حتى 5 جويلية الجاري. برنامج المهرجان يتضمن مسابقة دولية سيشرف عليها رؤساء مطابخ من عدة دول، ومسابقة لزيت الزيتون التونسي والإيطالي والإسباني، فضلا عن مسابقة لصنع البيتزا تقام للمرة الأولى. كما برمج منظم المهرجان مسابقة للطبخ المحلي سيشارك فيها طباخون من تونس وباكستان وإيران وليبيا والعراق واليابان وفلسطين. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. واصلت آلة الحرب الصهيونية قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء منذ 9 أشهر من الحرب على غزة إلى نحو 38,000 شهيد، مضيفة أنها أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 28 شهيدا و 125 إصابة خلال الساعات 24 الأخيرة. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح
الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد استهداف قوى الاحتلال المتوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وفي مدينة كرمائيل بالجليل الأعلى شمال الكيان الصهيوني قتل جندي وأصيب آخر في عملية طعن بمجمع تجاري. في الأثناء دعت الخارجية الأمريكية الكيان الصهيوني مرة أخرى إلى التحقيق بسرعة وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وقالت في بيان لها إنه تمت مشاهدة التقارير التي وصفتها بالمزعجة عن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين دروعا بشرية. وكانت حركة حماس اعتبرت أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى. هكذا نوصل مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهر، قدمتها لكم أحلام بن عمر، وهذا تذكير بعناوينها. بعد صدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر القادم، هيئة الانتخابات تصادق غدا على الرزنامة وتحسم في شروط الترشح. على خلفية تسجيل أخطاء في أعداد مترشحين للبكالوريا بمعهد بالمهدية، وزارة التربية تعفي عددا من المسؤولين وتؤكد حماية الامتحانات الوطنية من كل أنواع التقصير ومحاولات الإرباك. وزارة الداخلية تنفذ تمرين محاكاة تطبيقي للتصدي لعمليات إرهابية متزامنة بالمنطقة البترولية برادس ومدينة الثقافة. 28 شهيدا في قصف صهيوني على قطاع غزة، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في عملية طعن بمركز تجاري شمال الكيان المحتل. دمتم في أمان الله. ونحن معاكم تسمعونا ونسمعكم، نلتقي من خلال هذا المذياع الساحر. معنا احنا بداية الحكاية ومحلاها حكاية، محلاها محبة، محلاها عشرة. تسمعوا على موجات إذاعة الإذاعات سفينة النوب. بنة المالوف وطبوعة التونسية. مع فؤاد عندك ما تسمع.
لك